هلا والله فيكم في حلقة جديدة من توب 10. اليوم راح نعلمكم عن أكثر ألعاب جوال شعبية. اللعبة رقم 10 هي دراغون بول زي دوكن باتل. اللعبة تجمع عناصر من ألعاب الطاولة، الكروت والألغاز. اللعبة الأساسية تبدأ بمستوى مثل ألعاب الطاولة مع خانات لزيادة القوة، خانات أفخاخ وخانات للقتال. نظام القتال فيها يحول اللعبة إلى لعبة ألغاز، تجمع فيها كم لون معين حتى تضرب خصمك. عدد اللاعبين اللي نزلوا اللعبة وصل إلى 250 مليون. اللعبة التاسعة سوبر ماريو ران طورتها ونشرتها نينتندو، تعتبر واحدة من أول ألعابهم على الجوال، وأيضا تعتبر أول ظهور لماريو على جهاز ما صنعته نينتندو من فترة طويلة. نينتندو مبدئيا كانت مترددة في تطوير ألعاب الجوال، وكانت نظرتهم إذا طوروا لعبة الجوال راح يفقدون هوية نينتندو، لكن بعد كم سنة لاحظوا نمو سوق الألعاب الجوالات وغيروا رأيهم. عدد تنزيلات اللعبة وصل ل 300 مليون. اللعبة الثامنة Angry Birds، مين منا ما يعرفها؟ اللعبة بسيطة بفكرتها وإدمانية لما تلعبها. فريق تطويرها روفيو الفنلندي بدأ يشتغل عليها أول مرة في بداية 2009، وكان عندهم مبدئيا تصميم الطيور لكن ما صمموا الأعداء. خلال وقت التطوير انفلونزا الخنازير كانت في كل مكان، وما في قناة أخبار ما تتكلم عن هالمرض، فقام الفريق وخنزر الأعداء، وهم الآن الخنازير الخضر اللي كلنا نعرفهم. عدد اللاعبين وصل إلى أكثر من 300 مليون. اللعبة السابعة Asphalt 8 Airborne، هذا الجزء الثامن من هذه السلسلة. السباقات فيها زادت إثارتها مع التركيز على تقديم مناطق للاعب بالقفز وتكافئك على وقتك وانت محلق. معلومة جانبية، مؤسس الشركة الناشرة للعبة Game Loft هو أحد مؤسسي شركة Ubisoft. Asphalt 8 كانت تحتوي على أكثر من 40 سيارة مرخصة، لكن مع مرور الوقت فقدوا حقوق ترخيص السيارات الواقعية. عدد اللاعبين للعبة وصل إلى 350 مليون لاعب. اللعبة السادسة Temple Run، هي من أوائل ألعاب الأندلس رانر، تلعب فيها بمغامر يحاول سرقة مجسم من معبد الأزتك، ومع سرقته تبدأ القرود تلاحقه وتقعد تحاول مراوغتهم حتى تموت بسبب ضربك بالجدار أو طيحك في فخ. اللعبة أخذت 4 شهور من التطوير وتم تنزيلها أكثر من 500 مليون لاعب. اللعبة الخامسة جيت باك جوي رايد، هذه اللعبة كانت تستعمل أسلوب تحكم بسيط جدا حتى تطير شخصيتك، بس حط إصبعك على الشاشة، وإذا تبي تهبط شيل إصبعك من الشاشة. هدفك هو البقاء وتجميع أكبر قدر من القروش وانت تفادى الطلقات والصواريخ الأعداء، لأن لمسة واحدة تقتلك. اللعبة حصلت على نجاح كبير إعلاميا وكسبت العديد من الجوائز في سنتها، عدد لاعبيها تخطى 500 مليون لاعب. اللعبة الرابعة Despicable Me Minion Rush، من اسمها الواحد يعرف انها Endless Runner، تتحكم فيها بمينيون وانت تركض، تقدر تبدل بين ثلاث خطوط ولازم تتفادى من المجسمات اللي توقفك عن طريق القفز او التزحلق. تقدر تجمع الموز والقروش وازياء مختلفة خلال لعبك. اللعبة وصل عدد لاعبيها الى 900 مليون في مارس 2019. اللعبة الثالثة Fruit Ninja، لعبة طورها فريق استرالي وهو ايضا طور لعبة Jetpack Joyride. اسلوب فروت لينجا كان جدا بسيط، حرك اصبعك على الشاشه حتى تقطع الفواكه اللي تشوفها، وراح تكسب نقاط زياده اذا قطعت اكثر من فاكهه بحركه واحده. اذا فاتت ثلاث فواكه راح تخسر، وفي قنابل برضو اذا قطعتها تخسر. في 2015 وصل عدد التحميلات لها الى مليار. اللعبه الثانيه بوكيمون جو، لعبه الواقع المدمج اللي جذبت اللاعبين حول انحاء العالم باعمار مره متفاوته. اللعبه تستعمل الجي بي اس جوالك حتى تحدد مكانك وتظهر لك بوكيمونات في مناطق معينه. في بداية اللعبة كان في 150 بوكيمون، والآن توسع العدد إلى 480. على عكس أغلب ألعاب بوكيمون، هنا ما راح تقاتل البوكيمونات البرية حتى تصيدهم، لما تقرب منهم تقدر ترمي البوكي بول عليهم، وإذا صدتهم ينضمون لك. عدد لاعبينها وصل إلى أكثر من مليار لاعب في فبراير 2019. وفي المركز الأول كاندي كراش، أسلوب اللعبة هو من نظام الماتش 3، عندك القدرة في التحريك بين قطعتين حتى تجمع بين ثلاثة أو أكثر من نفس اللون أو الشكل حتى يختفون وتكسب نقاط. بعد 5 سنوات من إصدارها عدد التحميلات وصل ل 2.7 مليار. وهذه أكثر ألعاب جوال شعبية. يعطيكم العافية على المتابعة، وعطونا أفكار الفيديوهات توب 10 للحلقات القادمة.